مناصب دانو هيد مثل قوسو دبيني شيخ محمود عبد الباري وكم دا علماء الصوماليين ايا لغو قبتي مقالة نيروبيا عاصمة ودن كينيا وحان مناصب دان سو دبين شيخ محمود عبد الباري سو اقاسمي شيخ حسن الواجدي وكسو دبيني حرونتي سمجالس القرآن يكتال حافظ كلماني اي مقالة نيروبي سو دبين شيخ وحاكسو قيب قلي قيبه كالقلتين وبرشادة علماء الدين سياسيين معالمين إيو قيبها كلي بولشادة ورين وحا مناصبة كهالي مامولك مجالس القرآن أستاذ داعي يحيى إيو مسؤوليين تي كسو قيب قشي مناصبة دان أو سود بيجي شيخ محمود عبد الباري مجالس القرآن وحا سود بين يتمان علماء سياسيين تا معالمين تا قضياشا دلن يرادا دعادا غنع ستادا انت بوحان ليا هاي مركو هريكوسو دبادا مجالس القرآن في نيروبي كينيا انيقو ميد كستا مقعيسا ايو منسب كيسبا انا هلكا كوسو كوبي كريم وحان سيقارا اوسو دبينيا شيخينا شيخ محمود عبد الباري ايان سيقارا اوسو دبينيا مدشا قروح دبادا العاوة اساق اللوغو تلقلي أقاسين كإمام كمجالس القرآن وأقاسمي سودوين تشيخ اللغو سودوين يو تلك كينيا قرحان عاصمة نيروبي الشيخ ناشق محمود نلجوغ عاوة أنا وإمان جيري مركي أنا أن مغلي الشيخ إمان لابو تلاب شنطة هالكي تلاب شنطة لابا سوق عادي معاي الشيخ واقعنا والشيخ مارتي باركيسن أو مارتي أنك إيو أو ياشينا ديتك دين تسوقت من سومالي أي أهيان أسيء أوجز أنا أوجز ديت كسومالي ديت وقت ما أي أهيان حدنا ولا الدين ولا الكون هاي فضيلة الشيخ العلامة القارئ الشيخ الفقيه المعروف المشهور الشيخ محمود الشيخ عبد الباري حفظه الله ورعاه وسلمه الله من كل سوء ومكروه وحفظه الله في إقامته وترحاله آدبا غفر حسن عاوة إن هل كان الوسو دوايو شيخا شيخا غنيا عن التعريف آدبا لو يقانا شيخ عالم وجليل وليقان ومعروف جهود دعوة علم يهرمرك ملو البابا أن لسو كوي كرن وعد السؤال بل غير السؤال أي قانان عربة أي قانان مركا إلهي سبحانه وتهبرك ددالك السميي مركا السميي علم يهرمرك إيسا وصوص ساري ملو البابا معرتي وكم وغضا التأليفات كيسي مؤلفات كيسا آد وفربدين بل شيخ وحكم دي هيئة كبار العلماء في دولة الكويت ماركا إيو كتب بدن قريب وكم دا مارت فقه ولبا آد وتخصصين ماركا أني آد ياد وحان وفر حسن هاي شيخ حسن الواجدي وحواي سيقو تهان فرح دقيت هاي سيقار أهانا والد مدام أنا هاي معلوم البقو شيخ حسن واجدي أمان تيسا إسو قارتو أنا فرح عن كسي غادة الله أكبر. أنت أسكدب. سيدة دتك ودنا يقوم هاد عليين. فضيلة الشيخ الشيخ محمود الشيخ عبد الباري. أنا أسكد تاريخ أنا أسكول أنا هاي بيدبو. وحن حسوسنا هاي. أسكد الشيخة. أبيس أو الشيخة. كتاب أيقوة التحيين هنا أبيس أسكد احترامه وأفضيه. أي الصوت قاري. أنا قلنا ما يري أوجاد مرك. الشيخ والد الشيخ محمود عبد الباري. جزاه الله خيرا بيدبا اسكلا ايماني وحا كلو اد ياد اوغ مهادلينيا ويلكيغا الشيخ حسن الواجدي الشيخ حسن اسغانا وناغان او نو هورسيداي الهي سبحانه وتعالى في ميزان حسناتي الهي هو غدرو اعماشي سنه انو الهي بركايو او كا الااليو واخ كاستو اعماشا هلينايو او اخلاص لاانتا استوستوسكا انو الهي كا الااليو مانتا سوغل بلاش وهو يا شيخنا شيخ محمود يا شيخ حسن وأنا مرتين قلنا هاي إذا ما كسر قلب رياش غرف البرمجة مسك في السلام يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ حسن الواجدي هيا سودوبي مرت شرفت كسوقي بكشي إسقنا سجارة أسودوبي يا شيخ محمود عبد الباري وكم دا علماء الدين الصوماليات كنت عادي آدم وفرح صناعي فرحان السكوبي كريم أدنى أنا وحماي شيخ أرنتي وقتي
وكعرر يعني كعني فرحضا إنه جارسيسي يوجيا طيبة هو دكاترة يعلماء يو نائم هذا إنه كله وذاك جعل سنتين يكو مرحبيان مرك يحيى ناس كلا الله وحان كوري هرد مركز سجد مجي فصو شيخ جي كان الرو يكفي لي سنة مرك وزمانته وسودوين تادي أصلا ختمة لهن أسبوعيا ويوم يوم 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 الخميس لكن الليلة ليلة الشيخ محمود الشيخ عبد الله الشيخ محمود عبد الباري أي ليلة أيتها عاوة وتشرفت رنتي مجالس القرآن الكريم بوجوده يدنا كفر حسن الشيخ وأكده ويانا إذا كنجلنا إن شاء الله تعالى تسمح لنا بإذن الله تبارك وتعالى هذا وقتك وقادني قرار له لم بك المدة يوم السوالير وقتك قلبك يوغي وقتك ورقة بإيو دايوك هذا دايهايت سنن كفر حسن تنا دي مركز مكيها لانو marka kasi haysan isku jeelnaa in la roogdo wajiga qurux badan meelan in dhaxfadi baad ah walaalayaal hamdadka soo xaadiray kulli waydan mahadcelinayna jami'an anoo kala reebayn xaqiiqatan dad igu qaali ah meesha fadhiyo aan ugu horeysiinayo macallin ali haddii idin sheegay inuu yahay inuu ahaan jiray macallin quraan dhinaca kalena waa soomaalidu xilibaan waxba ka leeyihiin oo xilibaankeygi aniga beeshida ahaan fi nafs al waqt أني وأبال كلو جوري ويقول ليه ورنتي ذي رنتي يعني نفتي بعدين ليه كراء مرة عن خطر عن كجري أو مرتي أو نقضي رنتي أنا نادمشان وحبذا نادان وشقسيس أم بلا بان دمستري كرين مركن إنه وأبال وين يقوله أبال وين يقوله وأنا جا أن كحص الصبح كم أبيه وحبس إنك سود أيوة أو خمطن مع موت حرنا أو إن حتى للدلة قوان لقو قاري نكي بدبادي وبعد الله سبحانه وتعالى أبالك سلاها قد كرمانتا وحنو شرفين وجو مجالس القرآن الكريم وهذا شرف لنا شرف ود آدوين ورنتي ذاتك ماش جو كل قوة قال يقويهن وقدم بين شيخ محمود عبد الباري أيا كما دعليه سوربين تلو سميي إساقونا أدعي دمان مسؤولين تي ومرت شرفتي كسوقيب قشي مناسبة سوربين تا اللهم فعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان اللهم اجعله لنا نورا وهدى وإماما ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما جهلنا اللهم اجعل قراءته على ألسنتنا وفهمه على قلوبنا يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين اللهم ما كان في تلاوتنا هذه أو غيرها من خطأ أو نسيان أو تقديم أو تأخير أو سوء لحن أو سوء ظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب وفي سائر أعمالنا كذلك فتقبلها اللهم منا بفضلك وجودك واكتب ثوابه لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا والحاضرين ولوالديهم أجمعين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا صلاحا إلا أنتنا على قضائها فيسرتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بصالحة أعمالنا وبالسعادة آجالنا وصوفنا وأنت راض عنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة والحافظ نفسي إخواني خير كما ركلا كسوبيو صدقين ليبي قرآن أخري إحسان صوبي ولب إحسان إلى الناس أكثر ما يكون تفريج كرب لما صنع كرب كفيدي حتى الدعاء هذا الدعاء إجابة إلى هاي سينا تفريج الكرب ذي هو وقالت بعد الدعاء يسوي دعاء يسوي فجاءته إحدى وما كان كواسرت إذا تريد زواج تريد منصب تريد مال رزق وتريد علم نافع وتريد جاه عند الناس يأتيك كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى يعطي ولا يبالي إلهي عديد إسنه والحساب فيه كجرت معه فإذا أعضى أعضى الجم ولا يبالي بارك الله فيكم مرك مجلسكم ونتاسا كأرغو هاينا كملاحظيني ضد بضن خير قبو إجابة قبو نكوين دوفة إلى كلام أن بضن كدهوين فلا يحتاج المجلس إلى زيادة من باهم ولا حضرك الآن لك كب من باهم سيد علي عبد محمد شبالتي في مقالة نيروبيا عاصمة ودن كينيا شركة بيكو وشركه ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beeko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisa adeega koronto dhameystiran
دمان تضبي يتمنك الدقمي قبل كبنادر يقوبها أقوى وين مقالاذا مقدشو سيدا عير بوركا أذن عده دكدا مقدشية دمان سفاردها هي هيدها عالميكا